يا مساء الخير، شلون كان بنات؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله تكون بخير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، واتمنى فيديو اليوم يعني نال اعجابك، لان تعبت بيه حيل حيل هواي، واصلا ما جاي يتمنتج، فحاولت بكل الطرق وحذفت شكو فيديوهات عندي، بقيت بس هو هذا الفيديو. وطبعا انا سويت طريقة يعني النشا والروبة للبشرة الدهنية، يعني تميل الاسمرار من مادة الشمس، بس الحمد لله والشكر ان شاء الله اعيده غير مرة او احاول. بنات، هاي الشربة اشتريتها لبنتي بما انه عمرها صار 4 اشهر، مكتوب من الشهر الرابع راح اسوي لها اياه، راح اسوي لها اياه بالش اسمه بالممه، يعني احطن ماي بالممه واخففها لها. ما راح طبعا اشتريت هذا شاي، خلنا نراويكم بنات نعوف الشوربة. هذا الشاي بنات شاي الحجي، هاي اشتريته، هذا كيلو 900 غرام، يعني كيلو الا 100 غرام. واشتريت هاي الشوربة ب2500 للبت الصغيرة، واشتريت هذا فلوريك اسيد. وبنات اشتريت هذا فلوريك اسيد، من رحت انا للمستوصف طبعا مريت واشتريت هاي الغراب. راح اسوي العشاء اليوم نباتي، ما راح لا اضيف لحم ولا اضيف دجاج، بتيته ثوم وباذنجان وبصل لونين عندي، يعني هاي نباتي راح اسوي الشوربه وياكم. هاي قبل احنا الاطفال اللي عمرهم يعني تو 4 اشهر نوكلهم قبل نعطيهم شوربه بالممه، يعني مو نوكلهم. اذا صار عمره هيك 5 اشهر 6 نضل نسويها الا بالماعون وياكلها هيك شلون العصيده. بس هسه راح اسوي لها مثل الممه، بما انه هي ما ترضى حليب راح اعودها على الماء. يعني يلا هاي كافي، لان تعرفون الشوربه من تصير بالماء تصير ثخينه. هي رايد احطنها بعلبه واحفظها بالثلاجه بنات. هاي الشوربه، او طبعا اذا طلعت من البيت لازم اشتري غراب، يعني ماكو. طلعت للمستوصف رحت حللت، طلعت انت فقر دم وعبال عندي تيفو لان راسي وجعني وعظامي توجعني هيك بنات. صارت شلون الحليب، بس هي مو حليب، شوربه مالت اطفال. خلصنا من عتها، وهذا الشاي قلت لك اشتريته، وهذا الفيتامين هذا بنات فلوريك اسيد، هذا يثبت الشعر. اني اخذه من قبل لا احبل، ومن اجيب، ويعني هاي طول فتره الحمل اخذه، بس قبل لا احبل بلعته 6 اشهر وقف تساقط شعري كلش، واظافره صارت حيل حيل قويه بنات، يعني كلش كلش قويه الاظافر صارت. فهسه رجع يتساقط شعري، رجعت ابلع بيه. هذا علبتين العفو شريطين بيه، شريطين بيه هذا ب2000 دينار، ب2000 دينار اشتريته، يعني الشريط الواحد ب1000 دينار. فلوريك اسيد هاي الشركه كلش كلش زين، انا دائما اخذ قبل من عتها، من قبل لا احبل ب6 اشهر اخذته، والحد ما حبلت الشهر الرابع توقفت بعد ما اخذته، والنوب هسه رجعت اخذه، لان تعرفون من الشهر الرابع الشهر التاسع يعطوني ذاك الثاني الحبوب الثاني. قبل يعطوني يعني من الشهر الرابع، من الشهر الخامس العفو الشهر التاسع يعطوني هذا الحبوب ابو الخرز. هذا بنات هم اخذت من عده على مود يوقف تساقط شعري، بس ما شفت عليه نتيجه، فرجعت اخذ من عده هذا فلوريك اسيد. يلا تعالوا ويانا نسوي العشاء مالتنا. هنا بنات راح اقشر طبعا بدلت دجداجتي، تعرفون انه انا دايما اقبل تطلع، فبدلت دجداجتي على مود ما طلع ندية. وجاي اعاني بنات ان دشاديشي كلها البسها بالبيت كلها نص ردان وربع ردان وهاي، فجاي اعاني ما عندي دشداشة اصور بيها. ان شاء الله اذا رحت للدورة وتعلمت خياطة خيط لدشداشة ردان بس للتصوير. هنا بنات بهاي الطريقة جاي اقشر انا الباذنجان، مو كلش اقشر، انا راح اسوي حميسة باذنجان بما انه زوجي ما هو بالسماء، فاستغليت الفرصة ان اسوي عشاء. هنا بنات البتيتة كلها راح اقشرها، يعني مو مثل الباذنجان. طبعا مش كل ساعة تبكي، بس تشوفني افتح تصوير بلا تصوير، والله العظيم ما تبكي ولا ابد وساكتة، ومن تسمعني حتى ديشي اوعي. شوفن بنات يعني كلش كلش مو موافقة من اصور ومن افتح، ليش انا ما انزل يوم ويا فيديو من هاي السوالف، كلش جاي اضوجه. جيبي لي بعد راس بتيتة،
بنات انا كلش كلش احبه شيء اسمه خضار، يعني اي شيء بيه خضار، يعني الكباب بس خضار، ما احب الشيء بيه لحم وما احب الشيء بيه دجاج، ما ادري احسه ملل من واحد يومية نفس الروتين يعيده مات الاكل، يومية حميسة دجاج، لو دجاج شوي، لو دجاج سلق، لو نطبق دجاج نسوي ويا التمر. فاليوم راح اسوي لنا هاي الاكلة، لان زوجي ما ياكل، لان زوجي ما ياكل بس اللحم، فاحنا ما ادري ملينا كلش، راح اخفف شوي من عنده لان القشر مو شي ما احبه. هاي الطريقة بنات، الثرمون الباذنجان كله بهاي الطريقة، اثرمه وارجع لك بنات ايش تسوين. طبعا انا هاي طريقتي الباذنجان، وهي الحميسه اول مره راح اسويها بحياتي، شوف انا طيبه لولا سويتها بهاي الطريقه هيك. اثرمه مثل ممكن وحده وحتها وظلون نص نهار، لا انت ممكن تسوي الاستعجال، يعني حابة اعطيكم طريقه شنو هاي. ما ادري ايش فيها مضروبه، يمكن بنات بهاي الطريقه ثرمت الباذنجان، هذا كلش هواي كميه، وراح اثرم البتيت تكون هيك بسرعه انضت عين. هاي الطريقه بنات صار البتيت، راح نثرم هم البصل. هاي عندي بصلات اثنين بنات مو كبار كلش، وعندي فصين ثوم اثرمهم. بنات نثرم بعد الفلفل، يعني كله خضار بخضار، يعني بتيت باذنجان ثوم بصل فلفل طماطه، كلنا ذن نثرمهم، نبدا العفو نقلين او نحمسهم بالتسلسل. نثرم الفلفلات، لان الفلفلات اخر شيء نحط لها فلفل، اليوم اريد ازيد الفيتامينات بجسمي. عوزنا بعد بس كرافس، يمكن اخليها كرافس. طبعا هي الاكله هاي ما حاطيلها بال، شفتها بالتيك توك بس ما حاطي لها كرافس، بس انا راح احط لها بالاخير كرافس، بالاخير كلش احمس الفلفل والكرافس. هنا بنات مثل ما تشوفون خلصت الطماطة وخلصت الخضار كله، وراح يأذن الاذان، جهزت اموري. طبعا عاجنة انا بعد وراي اخبز بهاي الطريقة. بنات خلصت كل المواد ثرمتها وجهزت، اروح اصلي وارجع الجن نحمس نسوي. طبعا هنا بنات نشغل العين نحمس فيها، لا تفشليني، هاي دوم العين فشلتني. هاي لان الدبة جديدة فشوية، لو ما شيلين الراس وترجعينه يلا. هذي شرح اقلب بيها الباذنجان والبتيتة، وهاي احمس بيها المكونات مالاتنا، وراح ناكل بيها، يعني ما راح اصب ماعين، لا راح احطنها بهاي الطاوله. هاي الطاوله كلش كلش كبيره، حطن زيت. تعرفون الباذنجان كلش كلش هو ياخذ زيت، راح احمسنه هناك. وهاي احمس بيها البصل، لو انا ما ليش ما استخدمها هي، هاي احمس فيها كل المواد كلها. اول شي احط البصل بنات، لان الثوم بسرعة ياخذ لون، فاحط اول شي البصل. طبعا عشاء سريع وماكو، صاير تقريبا يمكن 10 دقائق، اي هذا التوقيت مالتكم 10 دقائق، كلش سهل وسريع، سهل اي اي بنية يعني تعرف تسوي، اي طالبة بالاقسام الداخلية اكو بنات سوين. هذا اذبن فوقه بعد بنات، او احطن فوقه الباذنجان وبعدين البتيتة. هنا بنات نحط الثوم، الثوم بسرعة يستوي. خلي شوية يصير يعني أحمر، نحط الباذنجان، شو شنسه
حق الله كلمة موحدة بنات، إذا كلمة موحدة راح يصير بي زيوت هواي، وعن ماري زيوت هواي. هذيش الطاوة عفتها، هو بهاي كافي حمصة، راح نغطيه على مود شوي يذب ماية ويسوي. طبعا بنات هاي الطاوة ما عندي إلها غلق، أو هي أصلا ما بيها غلق فأحقنها. بنات للأسرار راح أحطان هناك بكيت. طبعا هاي دايبها عجين، هناك أقلل البوتيتا وهنا أقلل باذنجان. هنا بنات طبعا عجنت العجين، أنا عاجنته بس بلشته بعد بالزايد، هنا أنا هيجي نحمسها. أنا للأسرع طبعا هي المفروض هنا أنا أحمس هذا، ومن هيجي يصير لون أحط البتيت على مود اثنين يستوون سوي. بس أنا إيش سويت؟ سويت هذا واحد والبتيت راح أقليها واحد. للأسرع لأن بتي تفشي. هاي بس يستوي الباذنجان، طبعا هسه هو خذا لون، بس يستوي الباذنجان احط عليه الفلفل واحط عليه الطماطم احمسن وياه، وبعدين اضيف البتيتا عليه. بنات اخذ لون، هو اخذ لون جوزي هسه بس بالتصوير ما واضح. ومن يستوي كلش كلش احط له كرفس. طبعا هذاك الزيت ما فرغ فوق هذا، هذا زيته كلش كافي ما اريد زيوت هواي، يعني حتى لو الطماطم اقليها بزيت هذا الباذنجان يعني البي تشوفون هو راح يذب زيت الباذنجان اذا صارت عليه طماطم. واخبز لك كم خبزه، خبز حار اخبز على مود الاكل يصير حار بحار. طبعا انا قلت زوجي ما موجود ما راح اتعب وما راح اسوي شيء، عاجنا كميه كلش كلش هوايه راح اخبزها. دائما اقول انه انا ما راح اسوي هذا الشيء وارجع اسوي، يعني قلت ما اليوم ما راح اسوي شيء لان هو قاعد من الصبح قال رايح للسماء واخذ بنت صغيره وياه ملوكه لان ناجحه طبعا خذاها. بنت الثانيه بعد ما مطيهم النتيجه طبعا كل ما اقلبها توقع واحده من هناك. يلا منتظرين نتيجتها. هاي الطريقة بنات راح تستوها معدة البتيتا، وهذا الباذنجان اصلا استوى راح اضيف عليه الطماطم واحط لهم بعدين ملح، يعني من احط الطماطم تستوى الطماطم احط لهم ملح استوى الباذنجان. شوف بنات استوى. وبالاخير كلش اضيف الفلفل، ناظر الطماطم شوي يتصور لي، بس انا سويت كمية هواي واحنا اصلا بس اثنين، العفو بس ثلاثة بس انا وبنات اثنين. يلا كافي، هاي هواي راح تصير حميسة حيل هواي، احتمال يزود لي بالريوق واكلها. انا احب ان الريوق اذا يكون بي تقلى، بس مرات اتعاجز ما اقلي، اسهل شي اطق لي بيضة وجبن. بنات قولوا لي ايش رايكم، ايش رايكم بفيديوهاتي، ممتعة ولا مملة؟ كتبوا لي بالتعليقات. نحط ملح، طبعا بنات هذا ملح السماوة ما في المملحة، كلش كبار. اليوم الفيديو برعاية السماوة، استعجابين سيف السماوة. لو عندي بهارات عندومي، لو كاري مو كاري عفو ماجي، بس انا خاف من الماجي يقولون مو زينه. نغطيه على مود الطماطم تذب الماي مالت. هنا بنات نفتحها صارت سخافه. هنا بنات استوت الطماطم واستوت الباذنجان واستوت كلها، خاصه الفلفل.
والفلفل يستوى على كيفه. انا احب الفلفل بالاكل بس بناتي ما يحبونه، ما يحبون اصلا طعمه، جاي اعودهم ياكلون اي شيء انا احبه واكله. نميل هاي البوتيتا هم استوت، نضيفه فوقه ونغطيه 10 دقائق ونفتحها. اصلا بنات انا جوعانه وعصافير بطنه، احس انها توقف. الله هسه قلاص شاي وياها، انا ما اعرف اكل هاي الاشياء اللي تقلاه الا قلاص شاي وياها. زوجي يقول شلون تشربين شاي ويا شي تقلاه، خاصة الطماطم القلي. يعني مرة حتى من رحت البيت اختي قالت اكيد تاخذين شاي ويا الطماطم، يعني انا احب الطماطم القلي وياها الشاي او البوتيتا. طبعا زوجي ما يحب البوتيتا. سو شي محور الكون، زوجي قرة عيني. اليوم الفيديو برا عايز سوشي، راح اغطي يذب شوية، واذا اشوف ان عنده بهارات ما عنده مي احطن، واذا ماكو لا عادي. يعني هاي من فكرتي انا. طبعا بنات دورت بهارات اندوم ما لقيت، لقيت بس فلفل. انا دائما احتفظ بالفلفل مالت الاندوم، راح احط وحده. تشوفون ما احب الحار حيل، والله احب الحار بس قالوني ما يسمح فاقول ما احبه. حطيت وحده وسهمكم الف عافيه، وشن هالروائح هاي والالوان التخبل جن. الله عاشت ايدي، الله يخلينا لروحي، نحب روحي نرجسية مو بيدي. هنا بنات هاي كملت الأكلة مالتنا، وسهمكم ألف ألف عافية. بنات هذا شكلها، أتمنى يكون التصوير واضح، والتصوير أصلا ظالم هالألوان، يعني أسود على أصفر على أخضر على أحمر. والطعم بنات خرافي، طعم مالتها يجنن. طبعا أنا أحب الباذنجان القلي. بنات اتمنى اتمنى تدعمون حسابي مات اليوتيوب، واتمنى يعني تشيرونه لصديقاتكم خواتكم اهلكم اقاربكم على مود تصعد قناتي، واكون ممنونه ومشكوره من عندكم حيل حيل هو. وهذا الطعم مالته بنات، ما توقعت هيك الطعم، يعني بلا لحم او بلا دجاج، كلش كلش طيبه. يعني هي تقريبا مثل طريقه التبسي، بس هاي يعني تقلاتها غير شكل. وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى فيديو اليوم عجبكم. مع ألف ألف سلامة، في أمان الله، يا أحلى متابعات، باي باي.